سنة 1989 حصلت جريمة كبيرة لحد النهاردة لغزها مازال مستمر. الجريمة تمثلت في الاعتداء على الفنان أحمد عدوية، واللي كان مكسر الدنيا وقتها. الواقعة فضلت مثارة على مدى سنين طويلة، وفي أجيال كتير ظهرت ما تعرفش الحقيقة فين. ترسخ في الأذهان إنه تم إخصاء الفنان أحمد عدوية من أمير كويتي. هل فعلاً تم إخصاء أحمد عدوية على إيد الأمير الكويتي في اليوم ده؟ أنا آية يونس، وتعالوا نشوف إيه الحكاية. في ليلة 28 يونيو سنة 1989 حصلت الوقعة اللي هتعيش سنين طويلة. سيدة اسمها هند شهيد طلبت من أحمد عدوية إنه يعمل حفلة صغيرة لأمير كويتي عايز يشوفه. أحمد عدوية دخل جناح الأمير الكويتي اللي ما كانش بيتذكر اسمه وقتها. كان في الغرفة دي أربع أفراد، وهم أحمد عدوية والأمير طلال ابن ناصر الصباح وهند شهيد ومضيف الطيران مغربية اسمها حنان. تفاصيل كتير حصلت جوه الجناح ده رقم 705، محدش عارف بالظبط ايه هي. هند شهيد انصرفت بشكل مبكر لانها متعودة تنزل البسين بالنهار. أحمد عدوية مرجعش بيته ولا غرفته ولا حد يعرف عنه حاجة. تاني يوم السكرتير الخاص لقاه في غرفة الأمير الكويتي بيموت وفي رغاوي بيضاء طالعة من بقه. تم استدعاء طبيب الفندق واللي أمر بنقله للمستشفى لمعاناته من هبوط في الدورة الدموية. دخل في غيبوبة لفترة طويلة وبعد كده فاق، وبعدها اتحسنت حالته الصحية بس كان محتاج وقت كبير. اتنشرت شائعات كتير وقتها عن إن الأمير الكويتي أخصى أحمد عدوية في اليوم ده بسبب الغيرة. اتقال إن هند شهيد كانت معجبة بعدوية، وده أزعج الأمير لأنها من نسائه فقرر ينتقم. لكن الثابت والأكيد إنهم لقيوا في جسم عدوية جرعات كبيرة من المخدرات واللي كانت هتموته. التقارير المبدئية قالت إن عدوية كان في حالة غيبوبة وعنده هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وقال كمان إنه عنده خلل بوظائف الكبد والكلى واضطراب في الأعصاب. لكن التقرير قال نقطة مهمة جدا، وهي إن ما كانش فيه أي أثر لأي جرح ظاهري على الفنان أحمد عدوية، ونتائج التحليل أثبتت وجود آثار كميات كبيرة من الهيروين والمورفين والكوكايين. وبعد ما فاق عدوية من الغيبوبة بعد أسبوعين، احتاج 3 شهور علشان يستجيب للمؤثرات الخارجية، وبعد كده راح للعلاج في فرنسا. نوسة زوجة أحمد عدوية دفعت عنه كتير جداً وكشفت أصل الموضوع. قالت إن السبب في ترويج شائعة إخصاء زوجها هي صحفية شافته هو معلق قسطرة، ونفت تماماً إن يكون عدوية اتعرض لعملية إخصاء، وأكدت إنه بكامل ذكورته. علشان تنهي الكلام قالت إنها أنجبت منه بعد الحادثة ولكن أجهضت. القضية اتحفظت لعدم ثبوت شيء على الأمير الكويتي، ولكن الأمير الكويتي بعد كام سنة اتقبض عليه في مصر بتهمة الإتجار في المخدرات. حصل على حكم 7 سنين قبل ما يتم ترحيله لبلده بعد فترة، وفي الكويت حصل على حكم الإعدام لنفس التهمة ورفض التماسه، وفي النهاية مات في محبسه قبل تنفيذ العقوبة سنة 2014.